السلام عليكم خوتنا، كما يقول عبد السلام بازوكا، هذه فيديو خاصة انكوراجمو وصولي دار مع مستر ابي اللي هدوه السلطات في وهرن. والله الناس من نواحي تاع الولاية ولا البلدية ولا اي واحد هدوه، قالوا نشكيو بيك وكذا، بوزي بلانت. هذا صحفي حر يخدم في الخير، زوالي يوقف مع الزوالي، شفناه يوقف مع الزوالي هنا، ما نعرفوش صح هكا، بس نعرفوه بلي فيديو تاعو ملوني دغيغ سوليدار مع مسرابي، وان شاء الله السلطات العليا تاع البلاد تنحاز للحق وتشوف هاد الناس اللي يهدوا هادو. رانا في 2023، اوني اون 2023، العصابة راهي في الحبس. امي تبون كانت تعرف العصابة، عصابي ما زالت هاي تنخر الادارة، ماشي الوالي والمير، الادارة المديريين هادو، التنفيذيين، مدير الصناعة ومدير الرياضة ومدير هادو هما الخبثاء الكبار. هذا هو الكونسير اللي قاعد ينخر في الجزائر. الوالي تنحيه، الميري يفوتوا عليه، الوزير يجي ويروح، مش كل اشخاص هادو تاع سينياتور من المدراء هادوك اللي عنده 20-30 سنه وحاك ما طالقش، مدير شباب الرياضه في الولايه، مدير الديوان، مدير الصناعه، مدير الثقافه، مدير هادو هما الكونسير، هادو هما السرطان، كيدو هادو هما اللي كيتقيس هادو. نظفت الجزائر من اكبر عصابة، العصابة اللي دخلتها في الحبس، عصابة هي في الحبس، ولكن العصابة اللي ما زالت والاموال اللي مضرقة، وهاد الناس هادو اللي قاعدين كيما هذاك اللي يقول لك روح شوف تبون، وهذاك يشوف الوزير، لا لا لا، هذه الإدارة المحلية هي المشكل، هي اللي قاعدة تنخر في البلاد، في الاقتصاد تاع البلاد، وتهرب في الناس وتحرك في الناس. والحقارة هادو اللي يحقروا في الصحفيين، درك حنا هنا في الخارج سبحان الله راه نتقابلوا كونتر هاد الحركة هاد القومية هادو اللي هنايا، مازدا وجماعته وبولحية الكلب، حاشا الكلب، تعطوط هذاك خائن هذاك تاع المخزن، سبحان الله يهزوا في اللافتات ويديروا في المظاهرات بلي الصحفيين وما عرفوهاش وكذا في الجزائر وحقوق الانسان، ويجي واحد صحفي حر زوالي عندهم الحق، مالا تسمع عندهم الحق واش قاعدين يهضروا، ونروحوا نسبوا حنا في البرلمان وستراسبور وبروكسل، سبحان الله. مالا رانا واقفين مع مستر ابي حتى للنهايه، حتى نفتحوا هاد الكونسير، هاد السرطان هذا اللي قاعد ينخر في البلاد، ما ماناش عايشين فيها بصح قلوبنا